بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام أحبابي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا معايا أحبابي في الله، اليوم أديتكم عند محلات النور اللي متواجدين في مدينة حاسي بحبح ولاية الجلفة. وكنت صورت عندها هذا الفيديو يا البنات، فيديو طوب طوب طوب، صدقوني فيديو فعلا طوب. كما شفتوا البنات، انا ديجا كنت صورت عندها الملابس، بصح هاد المره الحانوت نتاعها راهي درتو نص اواني ونص درتو لباس. المهم انا صورت لكم الجهه نتاع الاواني، بما انه شهر رمضان راه قريب ويعني وكامل نحتاجو اواني للكوزينه تاعنا، صورت لكم هذا الفيديو. المهم عندها كل شيء اللي تحوسي عليه تلقاه، اللي تحوسي عليه تلقاه، عندها البلاستيك، عندها الاواني الفخاريه. المهم تبعوا الفيديو وان شاء الله كامل تستفادوا. والاسعار يا البنات، الاسعار ركزوا لي، الاسعار صدقوني الاسعار نتاعها في متناول الجميع، عندها كل شيء، عندها كل شيء. المهم هذا الفيديو ما خليت فيه والو، يعني فيديو شامل. الكوزينه تاعك حبيتي تعمريها اروحي هنا، حبيتي تعمري دارك ارواحي عند بازار النور، صدقوني عندها حوايج روعه روعه روعه. واللي ما يعرفش بازار النور راه متواجد في مدينه حاسي بحبح اللي جايه في ولايه الجلفه، راهي جايه ما بين والساره وما بين الجلفه، يعني هي جايه في الوسط. بالصح ما شاء الله حانوتها ما شاء الله، يعني بالنسبة للعين وسارة وبالنسبة للجلفة نقول لهم إذا حبيتوا تتسوقوا والله العظيم صراحة عندها حوايج. كاين أحيانا نلقاو في المدينة تاعنا نلقاو حوايج غاليين ونلقاهم في بلاصة أخرى زعما رخاص. المهم كما كتشوفوا معايا يا البنات، شوفوا على عينيكم عندها كل شيء متوفر، الله يبارك ويزيد. المهم كل شيء متوفر، انا نخليكم مع الفيديو. وما تنساوش يا البنات تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تؤم الفايده، وما تنساونيش بالاشتراك في القناه باش ديما نجيب لكم الجديد، وفعلوا عندكم زر الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. المهم اي وحده حبت يعني استفسار ولا حبت توجه لي اي حاجه تكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله راح نجاوبها، راني نقرا كامل تعليقاتكم، صدقوني يفرحوني بزاف بزاف. المهم ان نخليكم الفيديو ان شاء الله تستفادوا منه، ونقول لكم ان شاء الله ربي يدخل لنا رمضان بالصحه والعافيه، لا فاقدين ولا مفقودين. وما تنساونيش حبيبتي بالاشتراك في القناة وتفعلوا عندكم زر الجرس، ونخليكم مع الفيديو في أمان الله حبيبتي.
ستي وهي